نتكلم كمان احنا دلوقتي بقى في الصيف، وبما اننا احنا داخلين بقى على فصل الصيف والبحر، والموضوع بيكون مختلف. يعني الشتاء بنبقى قاعدين بناكل والهدوم بقى مغطيانا والدنيا يعني بالزبط. كله مش باين تحت الهدوم، لكن الصيف بقى بتيجي فبتدي الدنيا تبان بقى عملتي ايه في الشتاء، قد ايه خزنتي من اكل خلال الشتاء وما اتحركتيش، وبتكوني متواجهه مشكله كبيره. قولي لي دلوقتي شويه تيبس كده واحنا داخلين على الصيف، تقوليها لكل الستات اللي بيتفرجوا علينا ازاي ممكن سريعا يلحقوا او ينقذوا ما يمكن انقاذه عن طريق الاكل وعن طريق التمرين. كل واحده محتاجه قد ايه تدريبات مثلا عشان تحس بفرق، لو هي بنتكلم عن حد شخص عادي. أيوة مش زايد يعني قوي عن في الوزن او قليل قوي في الوزن، بيحتاج قد ايه تدريب عشان يشوف نتيجه، بيحتاج يمشي على نظام غذائي قد ايه مثلا عشان يشوف برضو فرق ما بين دلوقتي وما بين لما يحسن بقى من نفسه. بصي خلينا نبتدي اول نقطه في موضوع الاكل. انا ما انصحش ابدا ان حد يمشي على دايت طول حياته، يعني افضل طول حياتي منع نفسي مثلا من النشويات او ماشي على دايت معين. انا بشوف اللايف ستايل الصحي ان انا ابقى ماشي على نفس الاكل بتاعي، لكن ابقى عندي ابدل يعني يبقى عندي بدائل الحاجات المضره بحاجات مظبوطه، زي مثلا الزيوت المهدرجه احاول انا ابدلها بزيت زيتون او الزبده البلدي بتاعتنا اللي هي بتاعت الفلاحين دي صحيه جدا. صح. احاول اقلل الملح بتاعي، احاول امنع السكر وابدله مثلا بحاجات مش عايزه اقول اسامي يعني، بس ابدله بحاجات مش مصنعه، حاجات طبيعيه او ممكن العسل الابيض بتاعنا او يعني يبقى ليا او من الفاكهه نفسها. بصي بقى انا خليني بس اخد الموضوع لحته تانية شويه عشان دي انا كنت عايزه اوعي الناس بيها، موضوع الاخطاء اللي الناس بتعملها وخصوصا الستات. اول حاجه الناس فاكره ان الدايت بتاعي ان انا عشان اعمل دايت صح او عشان اخس في الوزن ان انا محتاجه ان انا ابطل نشويات خالص. وده مش مظبوط. ليه؟ لان انا عندي جسم بيحتاج مصادر طاقه عشان يبقى زي البنزين يعرف يتحرك. انا لما بمنع النشويات خالص وهو جزء من مصادر الطاقه، فبالتالي انا ببوظ الحرق بتاعي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه الناس فاكره بس في سيرتن دايتس بتكون يعني مبنيه على اللي هي كارب سايكل، يعني بنتجنب تماما النشويات، زي مثلا الكيتو. الكيتو دايت بتبقي بتتجنبي تماما النشويات وبتكوني عايشه على بروتين، على فاتس اكتر، على الياف اكتر، ولكن بتبعدي تماما عن النشويات. ممكن تقعدي كده لفتره معينه بعد كده بترجعي للنظام الطبيعي. هو اصلا نظام الكيتو ده يعني انتشر قوي وطلع ترند من فتره كده، من سنتين او حاجه، وبقت كل الناس بتمارسه وجالهم مشاكل صحيه كبيره قوي. الكيتو دايت احنا مش بنمارسه كده من نفسنا، لازم يبقى دكتور معاكي، ولازم هو معمول لحالات معينه مش كل الحالات. اللي تقصديه الكارب سايكل اللي هو في ايام اكل فيها كارب او نشويات وفي ايام لا، ده برده بيبقى متابعه مع حد متخصص، لكن ما ينفعش اقطع خالص الكارب. ممكن اقطع مثلا العيش، المكرونه، الرز، لكن انا في بدائل ثانيه زي الخضار، البطاطس، البطاطا، الكلام ده مصدر من مصادر النشويات فببدله بيها. لكن انا بتكلم على الناس اللي اعتمادها كله على ان انا ما باكلش نشويات خالص واعتمادي بس على البروتين، وده مش مظبوط. الحاجه الثانيه من الاخطاء اللي بشوف الناس فاكرينها او من المعتقد اللي عندهم، ان فاكرين ان انا لما هلعب رياضه وهقعد في البيت العضلات هتتحول لدهون، وده مش مظبوط. ده مش حقيقي. مش حقيقي خالص. لا انا بلاقي ناس بتقول بس انت هتفقد في النهايه الماس ماسل بتاعتك. هتفقد جزء منها. لكن انا مهم قوي في الفتره دي لو انا مضطر ان انا اقعد احافظ على نسبه البروتين بتاعتي، وفي نفس الوقت انا ابقى عارف ان الكتله الدهنيه منفصله تماما عن الكتله العضليه، ما لهمش علاقه، يعني مفيش حاجه هتتحول لحاجه ثانيه. لكن انا ممكن ازيد في الوزن، لكن مش العضلات هي اللي هتتحول لدهون. انا هزيد في الوزن عشان انا كان الحرق عندي احسن لما كنت بنزل الجيم، كنت بتحرك، كنت بعمل مجهود اكبر. بالزبط. فبالتالي دلوقتي لما بطلته يعني المجهود قل، فالدهون ممكن تتراكم بشكل بالزبط. كبير، والعضله كمان بتكون بتقل في حجمها. مظبوط. صح. من الحاجات كمان اللي الناس بتعملها ان لما بتروح جيم بتبتدي تركز على عضله واحده، يعني انا مثلا عندي مشكله في بطني او عندي مشكله في رجلي، فتلاقيني كل يوم بلعب رجل، وده غلط. انا مش بدي مساحه للعضلات بتاعتي ان هي يحصل لها استشفاء وان هي ترتاح كويس، وبالتالي الموضوع بيأثر بالسلب. وده بشوفه قوي عند الستات، تلاقي مثلا عندها مشكله في رجليها، في رجليها
كل يوم تلعب رجل على السنيه هتخس، وده مش مظبوط. الاحسن بيكون في زي روتيشن سايكل كده، بتتعمل يوم للرجل يوم للظهر يوم للابر بودي. مش كل الناس بتمشي على ده للاسف، وبقول لك زي لما ببقى نازل الجيم وانا ما عنديش بلان مظبوط او خطه حاططها للتمارين بتاعتي، ده ببوظ الدنيا. انت بتشوفي الخطه الاسبوعيه المناسبه لاي شخص ايه؟ مثلا يوم ابر بودي، يوم لور، يوم كور، يوم بيلعب مثلا كارديو بس، تشوفي ايه؟ بصي انا ما اقدرش ادي يعني نظام يناسب الناس كلها، لكن انا اقدر اقول ان احنا ممكن نمرن العضله من مره لمرتين في الاسبوع. ده انسب حاجه. طبعا ما ننساش الكارديو. في بقى نقطه في الكارديو، في ناس بتنسى الكارديو خالص، ما بتهتمش بيه خالص، وفاكرين ان الكارديو بس من الحاجات اللي بتخسس. لا، انا الكارديو عندي بيساعدني، بيساعد الهارت ريت بتاعي، بيخلي الفيتنس ليفل او مستوى اللياقه عندي يزيد. وفي ناس اللي عايزه تخس تلاقيها بتهتم قوي قوي بزياده عن اللزوم بالكارديو، وطول طول ما هي متواجده في الجيم بتجري او بتعمل على الـ او نط الحبل والكلام ده، وده مش مظبوط. احنا عندنا الكارديو بنعمله بعد تمارين المقاومه عشان نعلي الحرق بتاعنا. يعني انت بتفضلي ان الكارديو يكون بعد التدريب؟ بعد التدريب طبعا، بعد الاوزان. بعد الاوزان في ناس دايما بيعتبروا ان الكارديو مثلا نوع من انواع الورم ابس، فبيطلعوا على التريد من قبل ما يبتدوا تمرين، يقعدوا ربع ساعه 10 دقائق. مفيش مشكله لو انا في التسخين يعني ما خليتش الهارت ريت بتاعي يعلى قوي قوي بنسبه كبيره، ده ما عنديش فيه مشكله.